السيد الوزير وصديقي وزميلي السي مصطفى بيتاز، السادة رؤساء الفرق الأغلبية بمجلسي النواب، السيدات والسادة البرلمانيين، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، أولا اسمحوا لي بطبيعة الحال أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس الفريق الاستقلالي السي عمر حجيرة، الذي وعبره كل مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال الذين استقبلونا اليوم في مقرهم، مقر حزب الاستقلال، الذي يحمل دلالات سياسية كبرى. أنا سعيد باللقاء معكم السيدات والسادة البرلمانيين في حوار صريح واضح بعيد عن القراءات السياسية الضيقة والتي لا تخدم تنمية بلدنا ولا تخدم مساره التنموي، لأن التنمية والنمو وتطوير الوطن هو تراكمات لتجارب مختلفة، وقراءة التجارب في هذا التمرين الحكومي الذي يعيش منتصف ولايته حاولت أن أخضعه للموضوعية التامة من خلال شيئين أساسيين في المقاربة اللي غادي نجيو ليها من بعد وفي الأمور اللي غادي نتحدث فيها. الخاصية الأولى أنني لن أصرف أي شيء في المستقبل، كل ما سأتحدث عنه هو منجزات من سنة 21 وبالضبط من أكتوبر 21 إلى 28 مايو 2024، حتى أبتعد كليا عن منطق التوقعات وبالتالي عن القراءات لهذه التوقعات. المسألة الثانية هو أن كل ما سأتناوله من أرقام ومن مواضيع خضعت لكل التدقيقات من طرف المؤسسات الدولية، وبالتالي فالرأي المحايد الموضوعي لهذه المؤسسات يفرض علينا أن نتعامل بموضوعية تامة مع هذه المعطيات. بلدنا بطبيعة الحال اليوم تعيش في دينامية تطورية مستمرة، الحكومة تتفاعل معها بإيجابية وبدقة وبمنطق علمي واقعي يمكن أن نزاوج دائما بين طموحاتنا وإمكاناتنا. وبالمناسبة فهذا العمل، وبعيدا عني لا أريد الخوض في المقاربات السياسية لهذا الموضوع، ولكن من باب الإنصاف نقول بأن اليوم الحكومة تعمل على تنزيل حلقة في مشروع مجتمعي أراده جلالة الملك أن يكون مبنيا على شقين اثنين، إحداهما اجتماعي والآخر اقتصادي، والحكومة وبصورة عامة بعد أن ندخل في الأمور الموضوعية بصورة عامة وبصورة دقيقة ومرقمة نجحت في تنزيل هذه الأوراش بشكل دقيق، خاصة وأن الأجندة اللي وضعها جلالة الملك نصره الله لمختلف هذه المشاريع كانت محددة في الزمان وفي السنوات وبالأعداد. الموضوع الذي نتناوله اليوم هو موضوع باش نبسطوا الأمور، من حق أي مغربي أن يطرح هذا السؤال
كيف للحكومة أن تمول كل هذه المشاريع في ظروف دولية إقليمية صعبة، وكيف بإمكان الحكومة أن تضمن استدامة المالية العمومية؟ هذا الموضوع الذي أعتقد بأنه يكتسي راهنية قصوى لدى الرأي العام ولدينا جميعا لأسباب مختلفة. أولاها وجات في الكلمة نتاع أحد الرؤساء أن المسؤولية نتاع استدامة المالية العمومية وبحكم الدستور هي مسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة، معناه أن كل ما نقوم به من تشريع مالي ومن إصلاحات مرتبطة بالمالية العمومية هي مسؤولية جماعية. المسألة الثانية دي وقع غير شوية نتاع الديكالاج، لأن اللي تيجيري لي سلايد ماشي أنا باش نخليو الأفكار مرسخة. المعطى الثاني لضرورة مناقشة أو لأهمية هذا الموضوع هو أنه بدون هذه الاستدامة لن تتمكن بلادنا أولا من تمويل هذه الإصلاحات وهذه المشاريع، وثانيا من الحفاظ على توازنات قد يبدو للبعض أنها مواضيع هامشية، ولكنها في الأصل وفي الجوهر هي أمور مهمة وأساسية، لأن بدون الحفاظ على هذه الاستدامة وبدون التحكم في توازناتنا الماكرو اقتصادية لا قدر الله سنعيش ما عشناه خلال سنوات الثمانينات. وسنوات الثمانينات للتذكير فقط أن تبعات برنامج تقويم الهيكلي عشناها لمدة عقدين من الزمن، بالتالي فالأهمية نتاع الحفاظ على هذه التوازنات والحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية علينا، هذا هو المساج، هذا هو الخلاصة نتاع هذه الفكرة، علينا أن نستحضرها باستمرار في تدبيرنا سواء من جانبكم التشريعي أو من جانب تدبير الحكومي. اليوم باش نكونوا موضوعيين لابد في تقييم العمل الحكومي في هذا المجال لابد أننا نتكلموا على نقطة الانطلاقة، أين كانت ماليتنا العمومية في بداية الولاية الحكومية في سنة 2021؟ من أين انطلقنا؟ انطلقنا، وعلاش قلت بأنه كل ما سأتناوله لن أصرف أي شيء في المستقبل، ما غنديرش سوف، حرمتها على نفسي تحريما، غادي نصرف غير الماضي. كنا في واحد العجز مالي نتاع 7.1، صادق عليه البرلمان في القانون نتاع التصفية وتناولته المؤسسات الدولية في مختلف تقاريرها، معناه أنه لا يمكن أن نختلف على أن العجز المالي في سنة 21 ما كانش 7.1، كان هو بالضبط 7.1. المديونية اللي انطلقنا منها في سنة 21 كانت في 72.2%، وباش نذكر بأنه بين سنة 19 و 20 انتقلنا ب 12 نقطة نتاع المديونية لسبب بسيط. هذه الأرقام صرفنا الأولى 3 مليار تاع الدولار الخط الائتماني اللي عطانا لصندوق النقد الدولي لتدبير جائحة كوفيد، وهنا لابد نفتح القوس أن الحكومة اليوم تتوفر على خط ائتماني في صندوق النقد الدولي ب 5 مليار لم نلجأ إليه في أي لحظة من اللحظات. هادو سميتهم الأرقام والوقائع. في سنة 20 نهينا السنة بواحد المديونية نتاع 72.2%، وهذا الرقم أيضا تمت المصادقة عليه لا في القانون نتاع التصفية نتاع هذه السنة المالية
وتناولتهم مختلف المؤسسات الدولية في التقارير نتاعها. إذن ما نناقشوش هذا الرقم. وبين سنتين عطينا لنفسنا الحق أننا نطلعوا المديونية ب 12 نقطة. وبالمناسبة وباش ترسخ عندنا الأفكار أن نقطة نتاع البيب باش ما نديروش لي فيرغول نقولوا هي 11 مليار تاع الدرهم. كل نقطة بغيتي تزيدها 11 مليار تاع الدرهم إضافية. إذن هذه هي المنطلقات اللي كانت. زائد أننا في سنة 21 المؤسسات نتاع التنقيط كنا في انفستمنت جريد هبطتنا، وبالتالي التنقيط نتاع بلادنا في سنة 21 هبط في التصنيف الائتماني. معناه أن هاد الصناديق نتاع أو المؤسسات نتاع التنقيط تتقول العالم المؤسسات المالية والسوق المال العالمي على أن الأمور لا تسير بخير في مالية المملكة المغربية. هذا هو المنطلق. هذه 21 هذا هو العجز وهذه المديونية وهذا هو الدجراداسيون في لانوتاسيون. هذا لو بوان دو ديبار. بالإضافة إلى هذا المنطلق دائما هذه الحكومة جات لقات هذا الشيء، زادت لقات واحد الظروف دولية باش ما نبقاش غير في الفوكابولير، باش ما نبقاش غير في الإنشاء، كانت الحرب الجيوسياسية إلى غير ذلك. ما معناه؟ ما معنى الحرب الجيوسياسية؟ المنطقة كلها هي المعدلات النمو نتاع الشريك الأول نتاعنا هبطت حتى ل 0.4%. هذا أوروبا اللي تنتعامل معها أنا هبطت ل 0.4، ومعدل النمو العالمي هبط ل 3.2 في العالم. معناه أنه لما نتحدث عن معدلات النمو في هذه الفترة ولما نتحدث على الارتباط نتاع الاقتصاد المغربي بمتغيرات أو لا بتبعات الأزمة العالمية راه هو هذا اقتصاديا. ثم تضخم الذي نتحدث عليه بطرق مختلفة ولكن كيخضع لرقم. المعدلات نتاع التضخم وصلت ل 15% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المعدل نتاعها في هذه المنطقة كان هو 15%. وللتذكير أنه في سنة 2020 راه كان 0.1%. وغادي نرجعوا لهذه النقطة مهمة وأساسية باش ملي تنقولوا دي المعدل تاع التضخم في بلادنا كان هو 6% وتم التحكم فيه في 6% نظرا للمجهودات اللي دارت الحكومة في مجموعة من المجالات، وغادي نرجع عندها بإسهاب. شيء جوج الأمور كان خصنا نهبطو من العجز المالي، وكل ما هبطنا العجز المالي بنقطة تنحرموا الحكومة باش أنها تصرف 11 مليار تاع الدرهم، وبالتالي نأثروا على المديونية باش تمشي في المنحة التنازلي حفاظا على السيادة المالية لبلادنا. وغادي نرجع في الأخير باش نشوف بأن هذه المجهودات اللي تمت خلال هاد السنتين ونصف مكنت بلادنا من استرجاع هذا والتنقيط إلى غير ذلك. وهذه هي المعادلة اللي كانت. غادي نبداو بالرقم لا فاريابل الأولى في هذه المعادلة. كان حدانا التغطية الصحية الإجبارية لامو، وغادي نرجع لذاك الرقم نتاع واش 18 مليون 10 12 إلى غير ذلك، غادي نرجع ليه بالتفصيل الممل. اليوم عندنا 3.9 مليون أسرة فقيرة كتستفد من التغطية الصحية. وملي تنقول تتستفد معناه أن الدولة كنخلصوا على هاد الناس في السينساس بشكل منتظم وشكل يعني كل كنخلصوهم حنا بكل تريمستر. كل تريمستر تنخلصوا على 3.9 مليون ديال الأسر، كنضربوها في الخلاص ديال السميك وكيجي المونطون للسينساس. ثم كاين الدعم الاجتماعي المباشر، وحنا غادي نخلصوا هاد الشهر عندنا 3,778,000 أسرة بالضبط التي تستفيد من هذا الدعم، أي ما يناهز، لأن هذا الدعم مبني على الأطفال اللي كاينين عند كل أسرة وبطبيعة الحال الأسر اللي ما عندهاش الأطفال،
أننا دزنا 5.2 مليون طفل وطفلة اللي كيستافدوا من هذا الدعم، وبطبيعة الحال كتستافد منه الأسر. تكلفة نتاع هاد لافاريابل الأولى في هذاك المعادلة اللي حطت في الأول 35 مليار في 24 هذا العام، والأرقام موجودة ونقدروا نستعرضوها، وغادي نستعرضوها إن شاء الله في منتصف السنة المالية أمام لجنتي المالية بمجلس بالبرلمان. غادي الدولة خلصنا 35 مليار، وفي سنة 26 لأننا غادي نراجعوا، لأن داك الشيء نتاع التعويضات العائلية غيطلع، غادي نكونوا في 40 مليار سنة 26. معناه أننا إلا بغينا نحافظوا على الاستدامة، نقولوا بأن الدولة خصها تقيد في واحد لاكولون نتاع الخلاص نتاع النفقات 40 مليار، خصها تلقى 40 مليار باش تخلص هاد الزوج الحاجات. وغادي نرجع لهذا الرقم اللي بغيت، الذي أسال العديد من النقاش، لا أريد أن أصفه كما وصفت مداخلاتي أنا والزميل تاعي السبيتاس في البرلمان، ما ننزلش لهذا الوصف. العدد المستفيدين مع عمر كان 18 مليون، مع عمر كان. وأنا باش نتفادى وباش نوضح هذا الأمر، لأن هذا الدوكيمون غادي نفرقه اللي همو ياخدوا وينشروا، مشيت للنام وجبت تاريخ نتاع الرماد كل عام شحال تقيدوا من 2012، ودرت 2012 بالضبط، تقيدوا 2.6 ملايين في 2012، ولكن الناس اللي كانوا كيستافدوا بالبطاقات يلا 940 ألف. دونك من بعد جاو 3 ملايين، ولا التراكم هو 6 ملايين، ولكن كان غير 2.4 ملايين اللي عندهم البطاقات. واحد غير قيد لأن تصحب له داك الرميد، ويمكن قالوا له شي وعد غادي يدي شي حاجة ما لقاهاش مشى، واحد تحسنات الأوضاع نتاعو ومشى. اللي مهم وأساسي، العدد المستفيدين لم يتجاوز في أي وقت من الأوقات سنة 21 11 ملايين. ونهار جينا احنا باش نترانسفيري ولا باز للسي ان اس اس، لقينا 10.695 ملايين. وانا بغيت نتسائل معاكم، كيفاش الحكومة وجلالة الملك نصره الله تيقولنا يا ودي عمو التغطية الصحية، وغادي نجيو حنا عند واحد الشريحة اجتماعية ونقصوا فيها النص؟ بغيت نفهم هذا المنطق، علاش؟ أتساءل وبغيت الجواب، وما كرهتش يكون فيه نقاش مباشر. دونك هالأرقام، هذا هي الوكالة نتاع التأمين الصحي اللي تتقيد الناس في الرماد من تحت تحت. دونك ها هما الناس اللي مسجلين، اللي كيجيو كل عام يسجلوا لسبب من الأسباب، وها الناس اللي تراكم تاعهم هو 18 مليون، ولكن العدد نتاع الناس اللي كانت عندهم البطاقة وكيستفدوا من خدمة الرماد هو 10.695.969، واللي عنده شي رقم آخر يجيبو، عنديش إشكال. وباش ندير منطق آخر باش نصفيو هذا الحساب، لأن ولا بد أن أفونسيو، يمكنش نبقاو نناقشوا 18 12 14 الى الابد. دابا العدد الاسر نتاع المغرب هو 11.5 ملايين، والا ضربتيهم في 3.2 تتلقاو 40 مليون ياك. هذا هو العدد الاسر. شنو كاين شي كاين؟ فهمت مزيان. هاد الاسر فيهم اليوم 2 ملايين كاينين عند الكنوبس والسي ام ار، هذا الحساب، موظفون ومتقاعدون 2 ملايين الأسر، وكاينين 5 د الأسر بالقطاع الخاص فيهم لي سالاري ولي روتريتين تاع السي ان اس اس، عاود هادو راه بسميه محمد وحمد عنده اما سالاري واما روتريتي. ها 7 د الملايين، هادوك الأجراء اللي عندهم المهن الحرة هو 700 ألف. دونك شنو اللي بقى في ديك 11.5؟ أنا يعني نديرو الحساب، الخشيبات 2.5 هي 7 د الملايين،
زائد 700,000 هي 7.7 بقات 3.8 د الملايين ديال الاسر هي اللي حولناها من الرماد للسناسس هي 40 مليون نتاع سكان المغرب هذا هو دوك انا جبنا الحساب ديال الرماد نتاع لانام من الاول وجبنا الحساب نتاع عدد الاسر وكثر من هذا وهذاك قلنا ملي حولنا الناس في بدايه سنه 23 ملي حولناهم في سنه 22 في ديجمبر للسناسس قلنا لهم عندكم عام باش تجددوا التسجيل نتاعهم وفي 23 وبعد نهايه المهله اصبح العدد هو 3.8 مليون ونص ما كيسمعونيش انا لا كيسمع 3.8 مليون اسره اللي هي حوالي 10 الملايين تاع المغرب دونك ها المنطق نتاع التقسيم النسمه وانا مشينا لاش سي بي ياك حنا متفقين ان 11.5 مليون اسره ومشينا لانام دونك انا اتمنى صادقا ان النقاش حول الحمايه الاجتماعيه وتنزيلها ياخذ ابعاد اخرى اكثر رقيا من الوقوف على قراءه ارقام لن ينتفع منها لا المغرب ولا المغاربه لذا سيدي دابا رحنا دائما في لافاريابل الاولى نتاع ليكواسيون هي اننا ننزلوا الاوراش الاجتماعيه هاد الارقام التي اتحدث عنها هنا هي الميزانيات اللي صوتوا عليها ما فيهاش حتى هي المستقبل انا بين سنه 20 نهايه 20 وسنه 24 الميزانيه نتاع وزاره الصحه دازت من 18.6 ل 30.6 رقم قراوه ما عندنا ما نديرو فيه طلع ب 65% ولن ادخل في تفاصيل وما تتطلبه الصحه او قطاع الصحه من اعاده هيكله لا بتوفير العرض الصحي ولا البناء المؤسساتي ولا الى غير ذلك ثم التعليم انتقل من 55.6 ل 73 طلع بالثلث ب 33% اذا الحكومه كان خاصها تدخل الناس تاع الرماد كان خاصها تخلص الامور نتاع الاعانه المباشره ل 3.9 اللي هي 40 مليار وتطلع هاد الميزانيات الآن كيفاش وهذا هو السؤال الأمور نتاعو واضحة وبسيطة في هذا الشق الاجتماعي كاين تحول جذري وهيكلي في قطاع السكن اليوم وصلنا ل 12,000 مستفيد انتقلنا من نظام إعفاءات ضريبية لا أريد الخوض فيه النظام نتاع الدعم المباشر اللي شرى الدار النهار الاول تاخذ واحد الدعم معين وهذا البرنامج ان شاء الله هو اللي غادي يمكن لا الناس اللي كانوا كيمشيو سابقا للسكن الاقتصادي ولا جزء مهم من الطبقه المتوسطه انهم يمشيو للسكن في ظروف واضحه على الاقل تضمن اعانه مباشره للسيد اللي تيشري باش يشري السكن تاعو اليوم كما قلت 12,000 وملي نوصلوا للحد الاقصى خسرها هذا البرنامج خصو 9 المليار تاع الدرهم الحوار الاجتماعي كما قلت يعني اسمحوا لي زعما نقول لكم هذا الامر لان هذا الجانب المهني يعني درت فيه سنوات عايشت مختلف الحوارات الاجتماعية المقاربة غيرناها رأسا على عقب الأول أنه كاين المأسسة مأسسة الحوار تنخلق فضاء تفاوضي فيه تبادل الرأي حول القضايا الراهنية مع النقابات ومع السي جي ام في مختلف القضايا اللي تتهم بلادنا والحوار نتاع سبتمبر تيكون دائما محطة أننا نوقفوا حتى عند التوجهات الكبرى لمشاريع قوانين المالية.
والمسألة الثانية اللي جديدة في هذه المسألة كما قلت بأنه بشكل إرادي كان لابد بعد غياب يعني حوار اجتماعي أو تفعيل لزيادة في الأجور دامت أكثر من عقد من الزمان، كان لابد أن هذه الطبقة المتوسطة أنها تستفد من يعني زيادات مهمة. وهذه الطبقة المتوسطة بالمناسبة احنا اللي استفدوا أكثر من 4.2 مليون الأسر. الغلاف المالي انت هذا الحوار الاجتماعي في سنة 26 إن شاء الله هو 45 مليار انت الدرهم. لوك احنا تنقيدو في لكولون ديبونس باش نعرفوا هذيك 90 من جات اللي قال السي حجيرة. لوك هذا الحوار الاجتماعي والمنطق والفلسفة نتاعو تم تغييرها. التعامل مع الظرفية اللي عرفتها بلدنا وعرفتها المنطقة كان فيها مجموعة من الإجراءات آنية. بين 22 و 23 صرفنا 64 مليار نتاع الدرهم. في مقابل وهذا هو الأساس 41 مليار نتاع الدرهم اللي كانت مبرمجة في قانون المالية. معناه أن الدولة أن الحكومة أضافت 23 مليار درهم إضافية في المقصة باش يبقى الثمن ديال الخبز في المستوى نتاعو، باش يبقى الثمن ديال القمح هو 270 درهم وهو اللي تيضمن الخبزة بدرهم فاصلة 70، هو اللي خلى الغاز بيوتان يبقى في الأثمنة المستقرة وراو أن الطن داز 1200 دولار إلى غير ذلك. معناه أن كان مجهود هذا مجهود تكونسومات 64 اللي تنهضر عليها تكونسومات في 23، نحن في 24 دابا 64 مليار. الأمور بالنقل وباش نحافظوا على الأثمان كما تعرفون 7.8 المليار تاع الدرهم اللي مشات. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في عامين باش الفاتورة نتاع الماء والكهرباء تبقى مستقرة وما تزادش ب 200% كيف بعض الدول من بينها هذيك اللي غنضموا معها كأس العالم، 9 المليار في سنتين. وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله قد تكون عندنا الفرصة لمناقشة المرسوم اللي غيجيب 4 المليار إضافية للمكتب الوطني للماء الصالح والشرب حفاظا أو إقرارا من الحكومة على أن الأثمان تاع الكهرباء لن تعرف أي تغيير في المستقبل، وبالتالي الحكومة ستضخ 4 المليار إضافية في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ثم المواد الفلاحية والمنهجية اللي سلكتها الحكومة. أنا ما نتحدثش على الارتفاع اللي كيان والوقوف عند الارتفاعات. أنا قلت مرارا بأن ما كاين حتى شي إجراء اللي يرجع الانفلاسيون زيرو، ما كاينش غير الاختيار واش نتحملوا التضخم كيف تحملته دول المينا واللي المعدل نتاعو كان 15، او لا ندخو هاد الاموال في امور محدده اللي تمكن اننا نهبطوا التضخم الى حدود في معدلات نتاع هاد الفتره كلها هي 6%. هاد الاعلاف والاسمده والبذور نتاع المنتجات الفلاحيه كلفت الدوله والحكومه 8 نتاع المليار تاع الدرهم. إذن كان عندنا شق اجتماعي لازم ننزلوه، كان عندنا حوار اجتماعي من الضرورة أن نفعله وأن نعمل على مؤسساته، والتفاعل مع ظرفية خاصة كلفت ما كلفته للحكومة، وأصدر مرة أخرى على أن هذا الشيء كله كان فتح. وفي هذا الشيء هذا كله هو كان ولا بد نحافظه، ماشي نحافظه، نستعد التوازنات المالية، لأن 21 انطلقنا من 7.1 و 72.2 تاع المديونية. إذن كان يجب استعادة التوازنات، وهذه التوازنات مشينا فيها بشكل تدريجي. 21 هبطنا ل 5.5، هبطنا ما غاديش نقولوا دي غادي نهبطوا، هبطنا الله اللي عطاه حكومة نجحات هبط ل 5.5. سنة 22 هبطنا ل 5.4
وفي سنة 23 هبطنا ل 4.4 هذا الماضي، وفي سنة 24 إن شاء الله غادي نوصلوا ل 4%، وفي سنة 25 غادي نمشيوا ل 3.5%. دابا غادي نبدا المستقبل، ولو أن سنة 24 غادي نعطيكم المعطيات نتاع نهاية أبريل اللي تتبين على أننا غاديين في الاتجاه، لأن هذاك المستقبل ليس بالمستقبل البعيد ولا المستقبل الذي تحوم حوله تخوفات، والحمد لله. الآن في 25 خصنا نهبطوا 3.5، وفي سنة 26 نهبطوا 3، ونخليوا الظروف المالية نتاع بلادنا سليمة، ونسلم المشعل لناس يجدون 3% أو 7.1% وصافي. الآن لا أنتم ما تحفظوا على الترتيب، أنا نسلم. إحنا الإصلاح الجوهري اللي عرفته المالية العمومية وهو إصلاح توكنت فيه مجموعة من التراكمات، إصلاح بدأ فيه النقاش في سنة 2015 وعيد فيه النقاش سنة 2018، وجاءت الحكومة في سنة 21 ودارت له الإجراء، هذا اللي عطى الله تماما. هذا الإجراء نتاع هذه الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الشركات وبالضريبة على القيمة المضافة وبالضريبة على الدخل بالحجز عند المنبع الذي أغضب حينها مجموعة من الفئات، ولكن هي اليوم راه فرحانة الحمد لله لأنها تساهم. هاش عطات دابا من 2011 ل 21 كنا المداخل العادية تنطلعوا بزوج 2.9%، الحكومة من 21 ل 23 طلعنا ب 12، يعني لهذاك الزيادة في المداخل تضربات في 5، ما درنا والو الحمد لله سيدي ربي العالمين عطاها صافي سي تو سي سامبل. مي الأرقام هي هذيك، المداخل العادية كانت كتقدم كل سنة بزوج 2.9%، ارتفعت كمعدل في الفترة نتاع الحكومة ب 12.5%، ونفس المنحة عرفت المداخل الضريبية كانت كترتفع بزوج 2.7 مشينا ل 10.8. اش عطانا هذا الشيء؟ عطانا هذا الشيء من 20 ل 23 100 مليار زايدة نتاع الدرهم بمعدل نتاع 12.5% سنويا بين 21 و 22 و 23، وهذا الشيء كامل وقفت في 23 اكسبري باش ما نصرفوش في المستقبل، بقاو غير في الماضي. دابا هاد المداخل تم تحصيلها، هاد 100 مليار دخلات زائد 100 مليار، المعدل نتاعها هو هذاك. وباش تكون عندنا واحد الصورة على الوضعية من 11 ل 21 كانت 2.9%. تفضل سيدي. دابا نجيو لابريل باش نصرفوا شي شويه الحاضر. ابريل المداخل الضريبيه نتاعنا طالعه ب 12.3%، والمداخل العاديه نتاعنا طالعه ب 17.3%. هذا الشيء حققناه في نهايه ابريل نتاع هذه السنه، معناه بدون أي مستجد لا قدر الله الأمور ستسير بنفس المنحة التصاعدي، بل أحسن من الفترة نتاع 21 ل 23، وغادي تكون عندنا الهوامش الضرورية اللي هنا غادي نجي لها باش نمشي ل 26. هاد 23 اللي كانت عندنا بالتطبيق نتاع نفس المعدل نتاع 12 اونص ماشي نتاع 17 اونص اللي راه بين جانفي وابريل، ها فين غادي نكونوا في سنه 2026؟ غادي نكونوا في 461.3 مليار تاع الدرهم، معناه اننا ضاعفنا انطلقنا ب 226، الى رجعتي ل 21 انطلقنا ب 226 مليار نتاع الدرهم كموارد عاديه، غادي نمشيو ل 400
61 الحكومة ستضاعف المداخل العادية نتاعها وهي اللي تعطيها الهوامش باش تعالج دوك المعطيات نتاع المعادلة التي طرحتها في بداية النقاش. وبطبيعة الحال حظ موفق اللي غيجي من بعد يطلع هاد 461 ويرجعها 920 في 2030 باش نديروا معاه لا كوب دي موند في احسن الاحوال. الان هاد الموارد المعبأة اللي معبأة حاليا الموارد المعبأة اللي تكلمت عليها نتاع 100 مليار هي اللي غادي تخلينا نخلصوا 90 مليار اللي هي 40 مليار تاع الورش د الحمايه الاجتماعيه واللي هي 45 مليار تاع الدرهم نتاع الحوار الاجتماعي واللي هي 9 مليار نتاع البرنامج تاع اقتناء السكن. وهذا الشيء هذا كما قلت اننا نواصل تحكم في مسار الماليه العموميه هذه السنه ان شاء الله سننهي ب 4% وغادي نهبطوا للديونيه لاقل من 70% ودائما نستحضر بان نقطه الانطلاقه كانت هي 72% دوك ما كاينش ما عندك ما تزيد ما عندك ما تنقص قراها كيف ما بغيتي كانت 72.2. الان فين كاين الخلط في القراءه ديال المديونيه؟ هو ملي تزيد المديونيه اللي كتضمن الدوله نتاع المؤسسات العموميه. انا تنقول امين اللي بغى يعطيني المديونيه نتاع الطرق السياره يعطيني لاكتيف تاع الطرق السياره نقيدو تانا في لاكتيف وغادي نكونوا رابحين احسن. دوك غير نوحدوا القراءات. ملي نتكلموا على الميزانيه نتاع الدوله كنا في 72 الهدف اننا نوصلوا ل 68% ان شاء الله في سنه 2026. هذا الشيء كله اللي انا التزمت فيه الماضي والموضوعيه والارقام تزكيه المؤسسات الدولية هادو ما عندوش القراءة هو السياسية وما تعرفش الأغلبيات تيجي هذا التقرير صندوق النقد الدولي هادي شهر خرج التقرير قال ودي المغرب عنده قدرة على الصمود في وجه كل الصدمات بفضل السياسات اللي دارتها الحكومة المغربية وفي مقدمتها الإصلاح الضريبي. وأعتقد بأن تقريرا من هذا النوع يجب أن يكون مصدر افتخار لكل الفعاليات السياسية مهما اختلفت مشاربها. ماشي نتاعي ولا نتاع عزيزة خنوش واش داه هو التقرير معي في الجيب هداروا على المغرب. المسألة رقم 2 ستاندار أنت بورس. هاديك ستاندار أنت بورس اللي في 21 هبطتنا حيدتنا الانفستيتمنت جريد هي قالتنا اليوم انا بامكاني انني اوليو بالمسار نتاعكم المستقبلي اللي كان غير ستابل غادي نقول بانه ايجابي بوزيتيف وهي مقدمه باش نسترجعوا انفستيتمنت جريد ان شاء الله قبل نهايه السنه ان نحن توفقنا بمشيئه الله على تحقيق هادشي اللي قلنا اللي حققناه راه حتى لنهايه ابريل ويبقاو لنا هاد 7 شهور نتمناو من الله اننا نحققوا داكشي باش نرجعوا لانفستيتمنت جريد اللي مشات لنا في 21. ثم هناك الفيتش اللي داير كان عندنا كاع معها علاقات مضطربه ورجعات اليوم ثبتت النقيط نتاعنا بعد كل هذه الهزات وبعد كل ما عرفته المنطقه وقالت بأن الآفاق نتاع المغرب والاقتصاد المغربي ومالية المغرب هي مستقرة. دوك هادو الآراء نتاع ثلاثة نتاع المؤسسات دورها هي أن تنقط الدول واقتصاديات وماليات الدول هذا هو دورها بدون قراءة ما عندهاش القراءة. وهذا الشيء كله تعطينا اليوم واحد تعزيز نتاع المصداقية بلدنا المالية العمومية نتاعها حاضرها ومستقبلها يجعل من المغرب قبلة للاستثمارات. ثم إلى ضفنا لهذا الشيء السياسات الاستراتيجية أو العلاقات
الاستراتيجيه اللي تيقودها سيدنا الله ينصره واللي جسدها في الاتفاق الاستراتيجي مع دوله الامارات العربيه المتحده. واذا اضفنا الى ذلك الرفع من وتيره الاستثمارات حتى نكون ان شاء الله وسنكون بحول الله في مستوى احداث الدوليه التي تنتظرنا، وفي مقدمتها 2000 كاس العالم 2030. اعتقد بان بلادنا بطاقاتها بأحزابها وبمجتمعها المدني وبشبابها قادرة على رفع التحديات. وأنا كنقول دائما إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم.